الحمد لله، كنت فاكره الموضوع ليه علاقه بالمخدرات. مخدرات ايه؟ مخدرات ايه؟ مين قال مخدرات يا فندم؟ ما تاخدش على كلامي لان انا متوتره، وده من رهبه الموقف. اعذر صدفه، دي اول مره تدخل فيها اسمي يعني وكده. لا مش اول مره، وانت بتعرف منين عشان تقول كده؟ طب اظن ان انت دلوقتي مش عايزاني في حاجه. مش عايزاك ازاي؟ والمحامي اللي انت قلت انك هتكلمولي وجاي في الطريق، ولا انت ما كلمتش حد وكنت بتسرح بيا؟ متهيألي نكمل المحضر ونخلصه. ركزي معايا. انا ما انا مركزه اهو. هو انا عملت ايه؟ انا بسال على المحامي بتاعي، واظن ده حقي القانوني. ولعلمك يا فندم، انا اللي حوجني للمحامي بتاعه ان انا المحامي بتاعي مات. الله يرحمه، ده انا كان معايا محامي كمل. الله يرحمه. ما تقلقيش، المحامي بتاعي جاي في الطريق وهيعمل اللي لازم، طمني. نشوف. استاذنك يا فندم، بس ممكن صدفه ما تباتش في الحجز عشان ما تتبهدلش. لا احنا عنينا، هنبيتها في الفي اي بي. تسلم. خلي بالك من نفسك. الف سلامه بيه. ده مش جبان. مين ده اللي جبان؟ هو جبان. اتخلى عني في اول مطب، وقال جاي يخطبني، قال وفاكرني هاكل من المحن ده. خلي بالك من نفسك. انت ايه رايك يا فندم؟ انت لو مكان تكمل مع بعض الموقف ده ولا لا؟ انا وجهه نظري يعني ان فتره الخطوبه دي مهمه جدا عشان تقربوا من بعض اكتر، وبعدين راجل شكله بيحبك. وانا حاسس ان انتوا لو قربتوا من بعض اكتر التفاهم بينكم هيزيد. وعارفه لما كمان لما بتكلم معاكي في الموضوع ده ليه؟ انا مالي؟ هو انت بنت اختي؟ ما تخليها في اللي احنا فيه. انت جايه في مصيبه. البنت اللي انت اديتيها الدواء اتنقلت على المستشفى بسببك. يا حبيبتي، هي رنا دخلت المستشفى؟ رنا دخلت المستشفى، واحمدي ربنا انها خرجت منها. طب الحمد لله، الحمد لله ان احنا اطمننا عليها. طب الدكاتره قالوا ايه؟ ايه سبب الوجع اللي في بطنها اللي ما بيروحش خالص؟ كل شويه اقول لها روحي اكشفي روحي اكشفي، تقول لي اصلا ماما مش فاضيه، اصلا بابا مش فاضي. انا مش عارفه ايه اولياء الامور اللي ما ياخدوش بالهم من عيالهم دول. اهو باباها اللي مش فاضي ده عمل لك محضر وبيتهمك فيه انك انت كنت عاوزه تقتلي بنته. اقتلها انا؟ طب انا راضيه ذمتك وضميرك، ده منظر واحده تقتل؟ وبعدين حتى لو انا مدرسه سيكوباتيه وقتلت قتله، يعني انا هقتلها ببرشامه هديها لها قدام العيال في الفصل كله؟ ما تقول كلام غير ده. يعني حضرتك برضو خبره وعارف، وياما قعدت مع قتلين قتله. هو في ايه بالظبط؟ في طرق اذكى بكتير قوي قوي لو انا عايز اقتلها. وبعدين انا لو عايز اقتلها ده انا حويطه قوي، انت ما تعرفنيش. طرق زي ايه بقى؟ بغض النظر، مش ده موضوعنا دلوقتي يا فندم. انا طب انا هوديك دلوقتي ثانيه واحده. إيه؟ ادي الشريط اهو، ده الشريط اللي انا اديتها منه حبايه، شريط مسكن عادي جدا. انا هسف لك الشريط دلوقتي. بتعملي ايه يا مجنونه؟ هاتي البتاع علشان اثبت لك تجربه عمليه انه ملوش اي ضرر. مش عاوز اشوف تجارب ولا زفت. لو سمحت، انا مش متهمه عند حضرتك عشان تشخط فيا كده. لا متهمه، واعترفتي بنفسك دلوقتي حالا انك انت السبب في نقل البنت على المستشفى بسبب الدواء اللي انت اديته لها. عشان كده هتحفظ عليك لحد الصبح وعدين عريضك عن النيابة. ماشي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.